دكتور، بداية لما نيجي نتكلم عن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي بيتم دخولها حاليا لقطاع غزة، واللي بتعتبر الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة، وإزاي ده حصل بعد التوصل للهدنة اللي سعت إليها مصر وتمت بالوساطة المصرية؟ وطبعا الحمد لله، يعني يمكن لما بدأت المساعدات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني العام الآلي التنموي، بدأنا في 108 قافلة في يوم 9 أو يوم 10 أكتوبر. أول أمس انطلقت 557 قافلة، ودي غير مسبوقة، هيبقى المحصلة اللي تمت في المراحل الأربعة 975 قافلة أو شاحنة محملة بالأغذية، الأدوية، المستلزمات الطبية. تقريبا كم طن يا فندم؟ احنا بنتكلم في حوالي 9000 طن، اكتر من 9000 طن، ودي تعتبر يعني ده جهد المجهود الشعبيه، فضلا عن 3000 طن. احنا بنتكلم في 12000 طن، العالم كله يعني ما جابش اكتر من 3000 طن، يعني مصر ساهمت باكتر من 80% صحيح من جمله المساعدات الانسانيه اللي دخلت يعني غزه. ودي طبعا عمليه يعني علامه بارزه على الدور المجتمع الاهلي الانساني المصري وتوجيهات القياده، وعشان ما حدش يزايد على مصر ولا حد يزايد على المعبر، لا، المعبر مفتوح زي ما فخامه الرئيس قال في لقائه مع الناس، مع الجماهير ومعانا في الاستاد، المعبر مفتوح على طول يوميا. وطبعا دي المساعدات، دي مساعدات ضخمه جدا 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 وغير مسبوقه، ودي يعني اقل حاجه ممكن يقدمها الشعب المصري للشعب الفلسطيني، واحنا مستمرين، يعني احنا مش يعني لا زالت الكميات ولا زالت القاطرات بتتحمل داخل القاهره وخارج القاهره. وشيء جميل ويسعدنا جميعا ان كل الجمعيات والمؤسسات الاهليه حتى اللي هي الجمعيات القاعديه البسيطه صحيح بتحاول تساهم ولو بقدر بسيط من امكانياتها، وهي دي روح رغم الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها الدوله صحيح وبيمر بها العالم، ولكن يعني شعور مصري محترم واحساس مصري يحسب. وطبعا يعني احنا كنا شفنا الاصطفاف اللي كان موجود في استاد القاهره، وتنطلق اكبر قافله ممكن يشهدها العالم من الشعب المصري الى اخواته الشعب السعودي. طبعا لها ابعاد قويه جدا، دي بتحافظ على الامن القومي المصري، لان احنا النهارده طبعا يعني اخواننا في غزه في طبعا في حاله يرثى لها، ولابد ان احنا كلنا نقف معاهم ونساعدهم ونحافظ عليهم، والمحافظه عليهم هي محافظه على امن وسلامه مصر يعني. صحيح. طب دكتور طلعت، زي ما حضرتك قلت يعني كل الجمعيات، ليست فقط الجمعيات الكبرى او المشهوره في العمل الاهلي والمدني بتقدم هذه المساعدات الاغاثيه، لكن كمان الجمعيات الصغيره اللي يعني اسمها الجمعيات القاعديه، اللي هي قد تكون يعني امورها بسيطه جدا او حتى نشاطها مقتصر على يعني اسر صغيره او قرى صغيره حتى بتحب تساعد. سؤالي لحضرتك، ازاي التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بينسق مع كافه هذه المؤسسات فيما تتضمنها ايضا المؤسسات الصغيره اللي بتعمل في العمل الاهلي وعايزه تساعد باي شكل من الاشكال اهلنا في قطاع غزه؟ طبعا احنا عندنا التحالف عمل غرفه عمليات مركزيه بتتلقى كل الطلبات وكل الرغبات من كل الجمعيات والمؤسسات الاهليه على مستوى الوطن بشكل على مدار اليوم. واحنا كاتحاد عام جمعيات اهليه لشهاده اتحاداتنا الاقليميه والنوعيه بنعمل وسيله التواصل، يعني الخط مفتوح على طول بشكل يومي وبشكل كل دقيقه بيجي لنا اتصالات. اي جمعيه في اي قريه في اي مدينه في اي حي بتقول والله انا عايز اقدم مساعدات، بنقول لها طيب والله. حتى كمان في امر جلل ان احنا بنقول لهم يعني انت عايز تقدم مساعدات، يا ريت تركز مثلا على الملابس، يا ريت تركز على البطاطين، يا ريت تركز مثلا على انواع معينه من الغذاء، عشان احنا يهمنا عشان يحصل حتى تنوع وما يحصلش انه يبقى فيه تضارب اكتر يعني. وايه الحاجه اللي مطلوبه؟ وفي توجه قوي جدا ان شاء الله يعني هناك في سينا يجهز مخازن كبيره ممكن جدا يتحط فيها الحاجات دي كلها، لان طبعا انت عارف المعبر والجانب الاسرائيلي كل يوم يعني في تعنت برضه، وبعد الهدنه برضه بيبقى في الفصح وغيره، فاحنا عايزين هذه الكميات الضخمه تبقى قريبه من المعبر، فان شاء الله في توجه قوي جدا ان يكون في مخازن ضخمه في موجوده في سينا بتحط فيها كل
المواد الاساسيه اللي هتتحط، سواء غذاء سواء ادويه سواء ملابس، وتبقى قريبه من المعبر. وده توجه، وهنا برضه لازم كلنا ما ننساش المتطوعين اللي هم فعلا ضربوا المثل الاعلى، وانا بعتبر هو دي قيمه حقيقيه واكبر يمكن مكسب كسبناه احنا كمصريين، ان احنا يعني الانتماء يعني الشباب الصغير اللي هو لا حضر حرب 73 ويمكن ما كانش يعرف اي معلومات عن القضيه الفلسطينيه، عاش فيها وتعايش فيها، ودي عملت استفراغ شعبي غير مسبوق. يعني النهارده في استفراغ شعبي غير مسبوق، احنا كل يوم بنعمل لقاءات. انا امبارح كنت في الغربيه، لقاءات مع الجمعيات الاهليه، يعني كل جمعيات اهليه في الغربيه، كل جمعيات يعني لا كلها يعني واقفه وكلها بتايد الرئيس عبد الحسيسي بخطواته ودعمها للقياده السياسيه. وطبعا ودي ده بقى دي مصر، يعني دي مصر اللي هي النهارده واقفه كلها على قلب رجل واحد. الحمد لله، يعني احنا ادينا مثال للعالم كله في ان مصر فعلا، وزي ما كنت حضرتك بتقول في المقدمه او حضرتك بتقول في المقدمه، ان موضوع تبادل الاسرى والهدنه ما حدش يزايد الان بالموضوع ده مصر. مهما يتقال من فترات اخرى، لا هو الاصل هي مصر، هي اللي قامت بهذه المفاوضات، وهي مصر اصبحت الدوله الوحيده اللي تستطيع ان تخاطب وان تتفاعل وان تتواصل مع كل الاطراف. يعني مصر بتحب كل الاطراف اللي في الازمه، مصر الدوله الوحيده اللي هي بتستطيع ان تتواصل معاها. وعشان كده الحمد لله، يعني احنا بنامل طبعا ان الهدنه تستمر، وده امل لينا، وحفاظا على الشعب الفلسطيني وحفاظا على المدنيين. وما نقدرش ننسى ايضا الدور اللي بتقوم بيه مصر دلوقتي، وزاره الصحه والسكان في استقبال الجرحى والمصابين، والمستشفيات المصريه والاطباء المصريين الشرفاء، والتمريض اللي هو كل كبار اطباء مصر، وهم ما رضوش يذكروا اسمائهم، قالوا احنا عندنا استعداد نروح ندخل غزه ونتعامل مع المصابين هناك.